اي دكتور. اوكي، قلنا بالنسبة للكانسر أخذنا بالمحاضرة الأولى تعريف النيوبليجيا، أخذنا الفرق ما بين البناين اند مالجننت تيومرز، أخذنا النومنكيوليتشرز وعرفنا شلون نسمي التيومرز ويا الشواذ القاعدة مال التيومرز. قلنا احنا البناين تيومرز اذا كان ميزنكايمال اورجر راح ينتهي بالسفكسوما، واذا كان مالجنت راح ينتهي بساركوما، كلمه ساركوما. بالنسبه للابيثيريال اورجن، اذا كان ابيثيريال اورجن عاده ياخذ السيل اوف اورجن او ياخذ الاركتكتشر زائدا اوما اذا كان بناين، وكارسينوما اذا كان مالجنت. هذه واضحه. اوكي، اخذنا الفرق ما بين البناين اند مالجننت تيومرز، اخذنا الكرايتيريا مال المالجنسي اللي قلنا هي because of tumor او malignant cells. يختلف الانابليجيا اللي سميناه احنا الانابليجيا اللي هو loss of differentiation، لان قلنا احنا بصوره عامه شويه بالسؤال بالكويز جروب يوم الخميس، هو بالحقيقه يعني اول شيء راح يكون على الحضور مالتكم، يعني حتى الانطى الورقه فارغه هذا طبعا راح يعني إلى ممكن ننطي سكور لانه اول شيء ما حاول يباوع الصديقه، ثاني انا اعتبره الافضل بالنسبه اللي جاوبوا، طبعا هم اللي هو هواي احسن اللي كانوا فاهمين المحاضره بالحقيقه، هو اسسمنت حتى اعرف انه انتم يعني متواصلين وياي فاهمين على الشرح مالتي زين. المحاضره قلنا احنا شويه افتهمت انه انتم الجروب مال يوم الخميس، الجروب مال يوم الاربعاء ما سويت لكم اسسمنت، بس بالنسبه للجروب يوم الخميس اكو شويه فت كونفيوجن صار عندهم، انه كان السؤال عن الانابليجيا وسالتني واحده من الطالبات انا ما فهمت شنو الانابليجيا زين، وهو هذا اللي احنا نريده انه انت تتواصل ويا تركز على الحكي يعني الفرق ما بين الانيجيا. احنا ايش قلنا؟ قلنا بالفرق ما بين البناين اند مالجننت تيومرز انه البناين تيومر دائما هو يشبه السيل اوف اوريجن، دائما البناين تيومر هو جاست لايك ذا سيل اوف اوريجن، في حين انه المالجننت تيومرز اكو فد اختلاف، اكو ديفيشن عن شكل الخليه الاصليه، وهذا الديفيشن ما يستوعب كل التيومرز. التيومر ايش قد ما يكون اجريسيف، ايش قد ما يكون فاقد الشبه للخليه الاصليه، هو على اساسه اخذنا الانابليجيا. الانابليجيا معناها ايش قد الخليه النيوبلاستيك سيل ايش قد تختلف على الخليه الاصليه، فعلى اساسه اعطينا التيومرز جريد. يعني الانابليجيا معناها ديفيشن فروم ذا نورمال سيل. اوكي، من نقول انابليجيا هو ديفيشن فروم ذا نورمال فروم ذا شيب اوف ذا نورمال سيل. اوكي، فمعناها هو ممكن نلقي انابليجيا بالبناين تيومرز لو ما نلقي. ها ماما وياي؟ اي دكتور. لا دكتور. يعني الانابليجيا ممكن نلقيها بالبناين تيومر لو ما نلقيها. لا دكتور ما موجوده. ما موجوده. لأن بصورة عامة البناين تيومر لايك ذا نورمال سيل. أوكي، مجرد يصير بأن كنترول بروليفريشن، بس هو بالحقيقة يشبه الخلية الأصلية. المالجنت تيومرز راح يختلف شكله عن الخلية الأصلية صح بدرجات، حتى وإن كان بالدرجة الأولى، بس مع ذلك اكو ديفيشن فروم ذا شيب اوف ذا نورمال سيل. لذلك الانابليجيا هي متخصصه فقط للمالجننت تيومرز، وقلت لكم بالسؤال انه تعطوني كرايتيريا مال الانابليجيا واحنا عددناهن هوايه، من ضمنهن البليومورفيزم، اللارج نيوكلي، هاي ان سي ريشيو، الهايبر كروماتيزم، اب نورمال مايتوسيس، جاينت سيل، بيزوفيليا اوف ذا سايتوبلازم. زين، هوايه عندنا كرايتيريا نعتمد عليها بالانابليجيا وشوفناكم صور. الكرايتيريا الثانية بالمالجننت تيومرز هي شنو غير الانابليجيا؟ دكتور الميتاستاسيس انفيجن اند لوكال انفيجن. قلنا اللوكال انفيجن اند ميتاستاسيس ذني خاصات، بس بالمالجننسي ما نشوفهم، بالبناين
تيومر لا يقدر يسوي لوكال انفيجن ولا يقدر يسوي ديستنت ميتاستاسيس. اوكي، وهاي راح ناخذها ان ديتيلز ان شاء الله في المحاضره، انه شلون يسوي الميتاستاسيس، يعني شنو الفينوتايب اللي ياخذه عن طريق الجينيتك ميوتيشنز يخلي له قابليه على انه يقدر يخترق ويقدر يدخل للبلاد فيزلز او الى الليمفاتيك شانلز. احنا قلنا البحوث هوايه على المالجنسي حتى نقدر نسيطر على هذا المرض، صارت هوايه اكو ريفوليوشن ان ذا كانسر ريسيرش. زين، هذه حتى شنو؟ احنا حتى نسيطر على هذا المرض. من ضمن دراسه اول ما بداوا يدرسون الكانسر ريسيرش يردون يعرفون شنو سبب المرض هذا، شنو سبب هذا المرض اللي هو يعتبر كيل ديزيز، بداوا يدرسون الابيديومولوجي مالته. الابيديومولوجي شنو معناته؟ معناته انه يشوفون الكانسر اكرنس ان ذا بوبوليشن، يعني يشوفون يعني بوبوليشن كلاسترنج معناها مثلا يريدون يدرسون عن السي اي لانج، يشوفون السي اي لانج هوايه مثلا، يشوفون هذا او السي اي لانج شنو الكرايتيريا المشتركه بيناتهم، ياخذون مجموعه اللي عندهم سي اي لانج يشوفون شنو الكرايتيريا مالتهم، مثلا هل هو الايج العامل المشترك بيناتهم، هل هو مثلا الجيوغرافيكال بليس مالتهم، مثلا وين عايشين. اكو مرات يصير كلاسترنج في منطقه معينه انه يصير عندهم الانسيدنس مال هذا النوع من التيومر اكثر من غير مكان، هل هو البليس اللي عايشين به، هل هو الهابتس، يعني شو يكون عندهم مثلا من هابتس، شو يكون عندهم من يعني اكو فد ماركر. زين، مثلا ايش عندهم من هابتس، ايش عندهم من اكو اشياء هم حتى يعرفون الاتيولوجي اوف ذا كانسر. اوكي، من ضمنها مثلا شافوا كلاسترنج اوف سي اي لانج، مجموعه السي اي لانج اكثرهم مثلا هم من نوع سيجاره سموكينج، من ياخذون منهم هيستوري اكثرهم من نوع اللي عندهم سيجاره سموكينج لفتره طويله لعده سنوات 30 40 سنه وهيفي سموكر. فقالوا اذا معناها انه السي اي لانج له علاقه بالسيجاره سموكينج، فمن هاي بدوا يدرسون الـ cause of CA lung، فشافوا إلى علاقة بالـ cigarette smoking. زين، فهذا أنطاهم insights على الـ cause of the cancer من خلال الـ epidemiology. قلنا يعتمد على الـ environmental، على الـ environment اللي هم عايشين به، على الـ racial اللي هو يكون hereditary، يعني مثلاً ليش أكو مثلاً أكو فد specific type of tumor يصير بهاي العائلة ويتجمع. مثلاً إذا الأم مثلاً عندها CA breast، مثلاً عندها فد بنات اثنين عندهم CA breast، فقالوا شنو هذا الفاميليال كلاسترينج؟ أكيد هو أكو فد شيء hereditary، أكو فد جين تورث الأم للبنات بحيث يكونون ريسكي يصير عندهم CA breast. أوكي، فقالوا الراشيال إلى علاقة الكالتشرال انفلونس، يعني معناها مثلا يعني الكلتشرال معناها البيئه اللي هم عايشين بيها، فهذه تعطينا سبيسيفيك نيوبلازم. اوكي، وين عاد دبر 500. زين، جيوغرافيك اند انفايرومنتال فاكتورز، فقلنا احنا بداوا يقرون جيوغرافيك اند انفايرومنتال فاكتورز، قلنا الانفايرومنت إلى علاقة زين بالريسك فاكتور اوف ذا كانسر. زين، فمثلا شافوا انواع الكانسر اللي هي مور كومن، اكثر الكانسرز مثلا عندنا السي اي بروستيت، بوينتر يمكن ما يشتغل، مو هسه شوفوا البوينتر ماما. اي دكتور. نعم دكتور. زين، شافوا انه مثلا بالميل اكثر انواع الكانسرز هو الكانسر بروستيت، يجي وراء اللونج كانسر، كولون كانسر، يعتبر هو الليدنج كوز اوف كانسر ان ذا ميلز. بالفيميل شافوا اكثر انواع الكانسرز هو البريست كانسر، اللونج كانسر، اند كولون كانسر. ف من خلال يعني دراسه الابيديومولوجي اوف ذا كانسر شافوا مثلا يعني البرسنتج والمور كومن كانسر ان ذا مان يختلف عن الومن، يعني ميل اند فيميل يختلف هنا عندنا الكومن تايبس اوف كانسر، وطبعا هذا هم يتعلق بالمكان اللي هم عايشين به. مثلا بالان ايراكي فيميل، ايراكي فيميل اكثر انواع الكانسرز الكومنست كانسر هو اللنج كانسر، يلي البلادر،
larynx, non-Hodgkin lymphoma and leukemia. هذا بالنسبة إلى الإراكي فيميل. بالإراكي ميل، بالإراكي فيميل أكثر أنواع الكانسر هو البريست كانسر. والبريست كانسر يعني وورد وايد، يعني بكل أنحاء العالم أكثر شيء بالفيميل يصير عندهم البريست كانسر. بالإضافة إلى non-Hodgkin lymphoma, leukemia, CNS tumor and lung cancer. هذني الموست كومن كانسرز اللي تصير ان إراكي ميل اند فيميل. بالنسبة إلى الانفيرومنتال افكت، رادوا يشوفون أنه بالإضافة إلى الهيريديتري افكت أكو انفيرومنتال افكت هو يأثر على الكانسر. مثلا شافوا عند اليابانيين السي اي ستوماك أكثر بال يعني أكثر من السي اي كولون. يعني اليابانيين يصير عندهم السي اي ستوماك أكثر من السي اي كولون، في حين أنه باليو اس اي عندهم السي اي كولون أكثر من السي اي ستوماك. من درسوا اليابانيين المهاجرين إلى اليو اس اي شافوا راح يصير عندهم الريسك مال السي اي غاستريك كانسر والسي اي كولون يصير انترميديت بيناتهم. اوكي، فقالوا معناها انه اللي يأثر بما انه ياباني هو رايح مهاجر الى اليو اس اي، فمعناها شنو هيريديتري هو الى قابليه على السي اي ستومك. بس من راح عند اليو اس اي اختلف عنده الانفايرومنت فصار عنده بعد الريسك اوف ذا سي اي كولون. اوكي، فصار انترميديت ان ذا جابانيز اند يو اس اي نيتيفز. فمعناها قالوا الهيريديتري اند انفايرومنتال كوزز اثنين هن المور كومن كوزاتيف ايجنتس او ايتيولوجي اوف ذا كانسر. يعني لازم اكو هيريديتري واكو موجود انفايرومنتال. زين، مثلا شافوا الهيباتوسيلولار كارسينوما موجود بالساوث ايست اسيا فيري كومن. الايسوفاجيال كارسينوما شافوه ان ذا نورث اوف ايران اند نورث اوف عراق، وطبعا هذا يعتمد على الهابتس مالتهم طريقه الاكل مالتهم. اكو مثلا شافوا اكو فد اكيوبيشنال هازارد، اكو اكيوبيشنال ريسك. مثلا دول اللي يشتغلون بالمصانع شافوا انه اللي يشتغلون بالمصانع لفتره طويله ولسنوات عده يتعرضون الى فد نوع معين من الماليجنسي يتعلق بالماده اللي هم يتعاملون بها بالمصنع اللي يشتغلون به. فقالوا ممكن انه المواد العضوية أو المواد اللي إحنا نتعرض لها لفترة طويلة ممكن إنه تسوي لنا risk for the carcinoma. مثلاً الأسبستوس شافوا إنه إلى علاقة باللنج كانسر، البلورال and peritoneal ميزوثيليوما. مثلاً الأنالين داي اللي يشتغلون بمصانع الأصباغ يتعرضون إلى البلادر كارسينوما. دول العمال اللي صار له مثلاً 50 سنة 40 سنة ويشتغل بهذا المعمل ورا فترة إنه يتعرض إلى البلادر كارسينوما. أكو مثلاً البوليفينيال كلورايد مونوميرس اللي هو نوع يعني اللي يشتغلوا بالمصانع يعرضهم إلى الليبر كارسينوما أنجيوساركوما. مثلاً السيجارة سموكينج الكل متفق إنه يعرض البيشنت إلى الأوروفارينكس أند لانج كانسر، لارينكس ولانج كانسر. زين، الأير بوليوشن ممكن إنه يعرض المريض إلى اللانج كانسر. فشافوا هذا إلى علاقة يعني الانفايرومنت الى علاقه وثيقه بالسي اي حسب الانفايرومنت مالتنا والمن نتعرض الى اكثر شيء. من بدوا يدرسون الاي شافوا انه الانسيدنس اوف ذا كانسر يصير بالاولدر ايج جروب، يعني شافوا انه باعمار من 55 الى 75 سنه دول اكثر شيء يتعرضون الى السي اي. شنو السبب؟ ليش يصير بالاولد ايج جروب؟ شنو السبب؟ ايش تتوقعوا مثلا؟ دكتورة تصير عندهم ميوتيشن الايجنينج ميوتيشن دو تو ايجنينج وذ ايج وذ ايج يصير عندهم اكيوميليشن اوف ذا ميوتيشنز. احنا مو قلنا الكانسر يبدا بسنجل جين ميوتيشن؟ من يبدا بسنجل جين ميوتيشن ايش راح يصير عندهم؟ راح يصير عندهم اكيوميليشن خلال عمره. ايش قد متعرض الى ميوتيشن؟ مثلا هو شاب عنده مثلا فد انفايرومنتال كوز كان يكون هو من نوع السيجاره سموكينج، راح يصير عنده فد few mutations بس وي عمره ما دام هو معرض نفسه للسموكينج فمعناها راح يسوي خلال هذا العمر راح يسوي accumulation of the several mutations وهاي من راح تتجمع راح تعرضه الى risk of malignancy فيصير accumulation. بالاضافه الى السبب الثاني انه الاولد ايج جروب عاده يصير عندهم decline in the immunity،
عادة ذول الأولد إيج شوية ميونيتي مالتهم تقل، فما يقدر تقدر الميونيتي مناعة الجسم الدافع against the malignant cells، فتبدي المالignant cells تستفحل وتتحول إلى malignancy. أوكي؟ مع ذلك شافوا أكو فت كانسرز تصير بالتشيلدرن مثل اللوكيميا مثلا ال CNS CNS tumors مثلا ال الأستروسايتوما واي يصير بالصغار، اللنفوما سوفت تيشو مثلا الرابدومايوما الرابدومايوساركوما تصير هواي بالصغار، البون ساركوما الريتينوبلاستوما. زين فقالوا بما انه يصير بالصغار اذا معناها مو بس الانفايرومنت هو اللي يسوي مالجنسي، لازم اكو شيء هيريديتري. فمن خلال هاي الدراسه اللي هي الدراسه الابيديومولوجيكال ستاديز قدروا يعرفون الـ causes of the malignancy، فقالوا إنه مو بس الـ environment هو اللي يسبب malignancy وإنما أكو عندنا الـ hereditary. يجوز الـ hereditary كلش قوية بحيث هو ما احتاج إلى environmental حتى يصير عنده malignancy. يعني هي الـ hereditary هو أخذ جينات من أمه وأبوه عرضته إلى malignancy بدون الحاجة إلى الـ environment، بحيث هو بعمر صغير ممكن يصير عنده لوكيميا، يجوز يطلع من امه هو عنده ريتينوبلاستوما. زين فهذا معناها اكو فجين اخذه من الابوين كان هيريديتري هو اللي سبب له المالجنسي بدون الحاجه الى الانفايرومنتال، وتوصلوا الى انه هو الهيريديتري زائد الانفايرومنتال اثنين هن عوامل مقويه كوز اوف ذا مالجنسي. زين اكو بعدين من خلال الدراسات والملاحظات اللي جمعوها اكو في the predisposing conditions نسميها احنا pre-malignant conditions. زين هذه ال conditions ممكن انه تعرض البيشنت الى المالجنسي، يعني يكون عرضة الى المالجنسي هي benign conditions، بس واحد لازم يدير باله عليها لانه هذا المريض اللي عنده هذه benign conditions عرضة اكثر من الشخص اللي ما عنده هاي ال conditions. ومن هذه اجتنا أهمية السكرينينج بروجرامز. احنا المفروض يعني الأطباء والعلماء يعني الباثولوجيست زين المفروض انه احنا نهتم بالpre-malignant conditions اكثر من اهتمامنا بالmalignant conditions. يعني احنا ما نخلي لايننج ابيثيليوم مال البرونكياي شافوا انه قبل لا تتحول الى انفيزيف كارسينوما يصير عندهم. دكتوره شوي صوتك يقطع. فاحنا وين وصلنا؟ وصلنا للـ predisposing factors. قلنا إحنا أكو predisposing factors اللي هي تعتبر pre-malignant conditions اللي هي مثلاً عندنا squamous metaplasia and dysplasia. فشافوا إحنا lining epithelium of the bronchioles شنية تذكروها؟ كلهم narcellated. كلهم narcellated. ومن هذا الكلمنر ابيثيليوم شافوا انه نتيجه الى الاريتيشن اوف توبوكو شافوا انه شو يصير عندهم؟ يصير عندهم سكويموس ميتابليجيا تتحول من كلمنر الى سكويموس. ورا ما تتحول الى ميتابليجيا راح يصير بها ديسبليجيا، وهذه الديسبليجيا بعدين يلا تتحول الى مالجنسي. فهاي تاخذ سنوات. ليش هم السيجاره سموكينج ياخذوا لهم في 30 40 سنه يلا يتعرض الى السي اي لانج؟ فقالوا احنا ليش ما نشوفها يعني نفحصها كبريدسبوزنج فاكتور او كبريمالجنت كونديشنز حتى بسهوله يتعالج هذا المريض، احسن مما بعدين راح يتحول الى انفيزيف مالجنسي وربما ما نقدر نعالجه. فمن هذه اجت الدراسات اللي ركزت هوايه على البريدسبوزنج كونديشن.
مثلا اللي عندهم endometrial hyperplasia female patient اللي يصير عندهم بالإندوماتيريوم يصير عندهم endometrial hyperplasia نتيجة لاستخدام الاستروجين. أكو مريضات لسبب ما يستخدمون الاستروجين خصوصا قديما كانوا يستخدمون الاستروجين بكثرة. هذا الاستروجين من يسوي stimulation للإندوماتيريوم راح يسوي عندهم endometrial hyperplasia راح يصير عندهم hyperplasia بالإندوماتيريوم. هذا ممكن يعرضها إلى الإندوماتيريال كارسينوما. مثلاً بالأورال كافيتي، فالفا، آند بينس ممكن يصير عندهم اليوكوبليكيا. اليوكوبليكيا معناها ديسبلاستيك تشينجز باللايننج أبيثيليوم. زين مال الأورال كافيتي أو مال الفالفا. هذول شافوهم المرضى عادة يكونون عرضة للسكوينس سيل كارسينوما. زين مثلاً الفيلس أدينوما اللي يصير بالكولوركتم بالركتم يعني كولون آند ركتم اللي يصير عندهم فيلس أدينوما شافوا انه ذول اللي يصيرون دائما يصير يعني عرضه الى انه يصير عندهم ادينوكارسينوما او ذا كولون. زين فقالوا احنا هذه ممكن انه نعالجها اذا كان اكو بريمالجنت كونديشن حتى قبل لا تتحول الى انفيزيف كارسينوما. اكثر المالجنت تيومرز هي تنشا وحدها ما عدا اكو تبدي بناين تيومر مثلا هاي الادينوما اللي هي الفيلس أدينوما الموجوده بالكولون ممكن تتحول إلى أدينوكارسينوما. زين فهذا فد مكان أو وجه لدراسة الـ cause of malignancy. معناها أنه قبل لا يتحول التيومر إلى invasive malignancy أكو عندنا pre-invasive يعني ما قبل الانفيجن. فالغرض من screening program يعني برامج الكشف المبكر أو screening program انه احنا نكتشف التيومر بمرحله البري انفيزيف قبل لا يسوي انفيجن. زين هذا التريتمنت مالته تكون افضل والبروجنوسيس مال البيشنت يكون افضل يعني نسبه شفائه والامل بشفائه هواي افضل مما يتحول الى انفيزيف كارسينوما. فبرامج الكشف المبكر مثلا اكو عندنا برنامج الكشف المبكر مع الاورام الثدي، اكو مثلا برنامج الكشف المبكر لورم مثلا عنق الرحم. بين البرامج جدا مهمه انه يسوون دراسه او متابعه فولو اب لمن الريسكي بيشنت. اكو اشخاص مثلا هم ريسكي. من هم الريسكي بيشنت؟ مثلا فيميل عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري مثلا والدتها عندها سي اي بريست، هاي احنا نعتبرها ريسكي. هذه إلها نسبة إنه يصير عندها سي أي بريست أكثر من غيرها اللي هي مثلاً أمها ما عندها سي أي بريست. أوكي ليش بيشت ذولا ريسكي؟ دائماً يحتاجون إلى سكرينينج بروجرام، يحتاجون إلى متابعة لغرض الكشف المبكر. الهدف من الكشف المبكر إحنا نكتشف التيومر بمرحلة البري إنفيزيف